بكم مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يؤكد أن التضامن هو الذي يخرجنا من أزمة كورونا. جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد على أهمية دمج التعليم الإلكتروني بالتعليم المباشر. سيامة الأخ أمجد حداد شماساً إنجيلياً جديداً في الكنيسة الأرثوذكسية. دير المعلقة بالأردن واحد من الأماكن المقدسة في البلاد المباركة. وفيها أيضاً سر التوبة والاعتراف في حلقة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي وموضوع شفاء العالم، تأمل قداسة البابا فرانسيس في حديثه إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية المتواجدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان في مبدأ التضامن وفضيلة الإيمان، مبيناً قداسته أن التضامن هو الذي يخرجنا من أزمة الجائحة التي نحن فيها، ومن أجل عيش هذا التضامن علينا أن نحافظ على ترابط متين مع أخينا الإنسان ومع الخليقة والخالق. وأضاف: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في مبدأ التضامن وفضيلة الإيمان، وذلك في إطار تعليمه في موضوع شفاء العالم. قال قداسته: نحن جميعاً مرتبطون بعضنا ببعض في الشر والخير، والتضامن هو الذي يخرجنا من أزمة الجائحة التي نحن فيها ويصيرنا أفضل مما نحن عليه. التضامن ليس مجرد مسألة مساعدة الآخرين، إنه مسألة عدالة. ومن أجل عيش هذا التضامن علينا أن نحافظ على ترابط متين مع أخينا الإنسان ومع الخليقة ومع الخالق. وأضاف قداسته: تصف قصة برج بابل ما يحدث عندما نتجاهل هذا الترابط. نبني الأبراج وناطحات السحاب، لكننا ندمر الجماعة. ونوحد الأبنية واللغات، لكننا نقتل الثروات الثقافية. نريد أن نكون سادة الأرض، لكننا ندمر التنوع البيولوجي والتوازن البيئي. ثم يقول قداسته: إن يوم العنصرة هو تماماً نقيض برج بابل، فالروح القدس يخلق الوحدة في التنوع والانسجام ويعزز الترابط. لذلك فإن التضامن اليوم هو الطريق الذي يؤدي بنا إلى عالم أفضل، وهو الذي يشفينا من أمراضنا الشخصية والاجتماعية. وبالإيمان والتضامن معاً نعيش محبة الله في ثقافتنا المعولمة، فلا نبني أبراجاً أو جدراناً تفصل بيننا، بل نصنع نسيج الجماعة وندعم عمليات النمو فتكون حقاً إنسانية وقوية. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. In mezzo a crisi e tempeste, il Signore ci interpella e ci invita a risvegliare e attivare quella solidarietà capace di dare solidità, sostegno e un senso alle ore in cui tutto sembra naufragare. Possa la creatività dello Spirito Santo incoraggiarci a generare nuove forme di familiare ospitalità, di feconda fraternità e di universale solidarietà.
Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية. وسط الأزمات والعواصف يكلمنا الرب يسوع ويدعونا لنستيقظ وننشط هذا التضامن، قادر على إعطاء المتانة والدعم والمعنى لهذا الوقت الذي يبدو فيه أن كل شيء قد غرق. ليت إبداعات الروح القدس تشجعنا على ابتكار أشكال جديدة من الضيافة العائلية والأخوة المثمرة والتضامن العالمي الشامل. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية دمج التعليم الإلكتروني بالتعليم المباشر ليصبح جزءا من النظام التعليمي المستدام في المدارس، ولفت جلالته إلى ضرورة مواصلة تطوير المنصة درسك والأخذ بملاحظات الطلبة والمعلمين والأهالي، مشدداً على ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة للتعليم الإلكتروني في مختلف المناطق لضمان حصول الطلبة على فرص الاستفادة من هذه المنصة التي تتضمن تحديثاً على المحتوى التعليمي والمستوى التكنولوجي من حيث البرمجيات والأدوات المضافة لها. من جهة ثانية، توجه إلى مقاعد الدراسة يوم الثلاثاء الماضي 1,145,000 طالب وطالبة بعد إعلان الحكومة الأردنية عن عودة دوام المدارس كالمعتاد ضمن شروط صحية محددة في ظل انتشار فيروس كورونا. كما التحق 90,000 معلم ومعلمة بمدارسهم دون تسجيل أي حالة غياب بين المعلمين. صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين سيادة رئيس أساقفة إلينوبولوس يوكيم عضواً في المحكمة الكنائسية البدائية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس بدلاً من قدس الأب الأرشمندريت استيفانيوس، وذلك بالاستناد لأحكام المادة 3B من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014. في ضوء استمرار تسجيل حالات محلية بفيروس كورونا في بعض مناطق عمان وبهدف حماية المصلين والكنائس فيها، فقد تقرر تعليق إقامة قداس الأحد والشعائر الدينية في الكنائس الواقعة في مناطق ماركة والأشرفية والمصدار ووسط البلد وجبل التاج. وقد جاء هذا القرار بالتنسيق بين الحكومة ومجلس رؤساء الكنائس، والذي يأتي تطبيقاً للآلية الجديدة التي تقوم على تعليق بعض الأنشطة وإغلاق بعض القطاعات في المناطق التي ينتشر فيها الوباء كبديل عن سياسة الإغلاق الشامل. وفيما يتعلق ببقية الكنائس ودور العبادة في المملكة، ستبقى إقامة الصلوات والشعائر الدينية كالمعتاد مع التأكيد على ضرورة اتباع جميع إجراءات الوقاية والسلامة الصحية. تم في كنيسة رقاد السيدة العذراء في حنينة بمادبة صيامة الأخ أمجد حداد شماساً إنجيلياً أثناء خدمة القداس الإلهي الاحتفالي الذي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس، حيث حمل الشماس الجديد اسم النبي أشعياء أحد أنبياء العهد القديم كشفيع له في خدمته. شارك في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وسط حضور عدد محدود من أبناء الرعية وذوي الشماس ومعارفه، وطلب سيادته من الحضور أن يصلوا من أجل الشماس حداد لكي يثبته الرب الإله ويمنحه النعمة والبركة لخدمته. يا ابني، اليوم ببركة أبينا وبطرياركنا كيريوس كيريوس ثيوفيلوس وبقرار من المجمع المقدس، كنيستك الأم بتدعيك حتى تخدم من داخل قدس الأقداس. بعد بركة أباك الروحي الأرشمندريت رافائيل، يا ابني اليوم أنت مدعو أنك تعيش عن صرتك الشخصية ورتب التدبير الإلهي أنه يكون الإنجيل اللي سمعناه اليوم اللي يسوع
كان وجهته نحو أورشليم. أورشليم مش فقط المقصود فيها القدس، حيث كان الرب المخلص ذاهباً لمكابدة الآلام الطوعية من أجل خلاصنا، ولكن أورشليم العلوية صاعداً إلى السماء ومصعداً بصعوده طبيعتنا التي ألهها وأعادها إلى الجمال الأول الذي فقدته بآدم القديم. ما أعظم أشعياء النبي، لأنه من خلاله تكلم كثير عن العهد الجديد وعن يسوع وتجسده وعن أمنا الفائقة القداسة. يا ابني، ربنا ببركة أمنا الفائقة القداسة وجميع القديسين والنبي أشعياء يأهلوك إنك تحمل اسمه وتتقدس، توصل لهدف حياتنا اللي هو الخلاص والملكوت السماوي. يا ابني أشعياء، أتت الساعة، تعال ادخل لفرح ربك. باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. وبعد نهاية القداس والسيامة، تقبل الشماس الجديد التهاني من الحضور في قاعة الكنيسة. وبهذه المناسبة المباركة، يسر مكتب نور سات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن يتقدم من الشماس أشعيا وعائلته بأحر التهاني، متمنين له التوفيق في خدمته ورسالته الجديدة. تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، سيرت الهيئة الخيرية الهاشمية إلى العاصمة اللبنانية بيروت طائرة المساعدات الإنسانية الرابعة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، وتحمل الطائرة على متنها 15 طناً من المواد الغذائية وحليب الأطفال والأدوية التي أمر جلالة الملك عبد الله الثاني بإرسالها إلى لبنان بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الشهر الماضي. وفي سياق متصل، عادت إلى أرض الوطن قادمة من بيروت مرتبات المستشفى الميداني الأردني بعد تنفيذ الواجب الإنساني والإغاثي للأشقاء اللبنانيين، حيث قدم المستشفى الميداني الخدمة الطبية والعلاجية لنحو 2000 حالة منذ بدء عمله هناك من خلال عيادات الجراحة العامة وجراحة الاختصاص وعيادات الطوارئ وباقي العيادات التي عملت ضمن مهمة المستشفى. أقيمت في كنيسة مار نيقولا في بلدة بيت جالا بفلسطين خدمة الغروب وتقاريض جناز والدة الإله مريم العذراء بحضور عدد من الأباء الكهنة وجمع محدود من المؤمنين، حيث تلى الخدمة تنظيم مسيرة حاشدة طافت شوارع البلدة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية في بيت جالا بخدمة الغروب ورقاد والدة الإله العذراء مريم وتقاريض جناز والدة الإله بحضور رئيس دير الروم الأب أغناتيوس والإيكونوموس بولس العلام والأب يوسف الهودلي والأب إلياس زعرب وجوقة الكنيسة وعدد من المؤمنين، وذلك في كنيسة مار نيقولا في بيت جالا. وبعد صلاة الغروب وتبريك الخمس خبزات أقيم جناز لوالدة الإله الفائقة القداسة، وبعد الانتهاء من الصلاة ابتدأت المسيرة تقدمتها المجموعة الكشفية الأرثوذكسية العربية البيت جالية وأيقونة لأمنا مريم العذراء حملت من قبل الكهنة وجوقة الترتيل والمؤمنين، حيث ابتدأت المسيرة من كنيسة مار نيقولا على وقع أجراس الكنيسة ومعزوفات المجموعة الكشفية وترتيل لأمنا مريم العذراء، ومروراً بشوارع بيت جالا وصولاً لكنيسة العذراء مريم في وسط المدينة، حيث اجتمع المؤمنون كرعية وأسرة واحدة، ومن ثم تم إعطاء البركة والتبارك من الأيقونة التي زينت بالرياحين. We'll be right back.
اليوم رعيتنا في بيت جالة احتفلت في عيد انتقال والد إله إلى السماوات. طبعا احنا بنعيد اليوم بصلوات في كنيسة مار نيكولا بصلاة الغروب مع صلاة تبريك الخمس خبزات، وبعدها كان عندنا جناز لوالد إله دائمة ببتولية مريم، ومن ثم عملنا دورة في الشوارع مدينة بيت جالة وصولا إلى كنيسة العذراء مريم، حيث نحتفل غدا صباحا في القداس الإلهي في هذه المناسبة العظيمة. شعبنا طبعا اليوم كثير مبسوط في هذا الاحتفال، لأنه إحنا اجتمعنا كنا كرعية واحدة كأسرة واحدة، بغض النظر عن الحوادث اللي بتصير حوالينا، عن خلنا نقول الموضوع الفيروس كورونا اللي بحارب كل المناطق في فلسطين وخاصة في القدس. إحنا ما قدرنا إنه مؤمنين يصلوا لستنا مريم اللي هي في الجثمانية، فإحنا اليوم نحتفل وبنعطيهم الفرحة الروحانية في مدينة بيت جالة، لأنه كمان غير إنه الوباء الموجود في فلسطين، إنه كمان الحدود ما بينه وما بين القدس، أي ما بين الضفة وبين إسرائيل، مغلقة لأسباب أمنية وصحية. ما في عندنا تصاريح للمؤمنين المسيحيين في هذا اليوم، خاصة الأرثوذكسيين المحتفلين في عيد رقاد وانتقال والد إله. كل سنة وأنتم سالمين. عيد الرقاد يؤكد على السر الذي كشف بالتجسد وعبر بالصليب والقيامة، رافعا إيانا إلى السماوات ومرسلا لنا الروح القدس. فوالدة الإله كلية القداسة التي لا تخفل بالشفاعات والرجاء الغير مردود في النجدات، لم يغبطها قبر ولا موت، ولكن بما أنها أم الحياة نقلها الرب إلى الحياة الذي حل في مستودعها الدائم البتولية. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة والدة الإله العذراء مريم بيت جالة. سر التوبة والاعتراف في الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية، وهو من الأعراف الكنسية المعروفة بسر المصالحة مع الله، كان مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور الذي قدمته الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش، حيث أوضح قدسه أن سر الاعتراف هو أحد الأسرار السبعة المقدسة المبنية على الإقرار بالذنب وطلب الصفح من الله الغافر للذنوب، مبيناً أن الوصايا الكنسية تنص أن يتم الاعتراف أقله مرة في العام، كما يجب على المتقدم كذلك الإقرار بالخطايا الكبرى أو التي تدعى بلغة الكنيسة بالمميتة. وقد تناولت الندوة العديدة من الأمور الهامة من خلال مشاركات تفاعلية مع المستمعين والمشاهدين، فإلى هناك. موضوع سر الاعتراف منذ ولادته عانى من المشاكل وعانى من الإهمال وعانى من الازدهار، لأنه حسب، وهذا يعود يعني إلى بسبب الكهنة، إذا صار في رواج لسر الاعتراف أكيد بفضل التربية المسيحية وبفضل الكهنة الذين يتقنون فن الاعتراف، وكمان يتعرض إلى الإهمال والاندثار بسبب كمان سوء التربية الأهل، وكمان كيفية الكاهن مع سر الاعتراف، لأنه الكاهن بإمكانه أن يبعد الناس وبإمكانه أن يقرب الناس، ليس هو المسؤول وحده، إنما الكل، عوامل المجتمع. سر الاعتراف بيخضع لثلاث أسس، بدي بلش دغري بالأسس الإنسانية، هيدي أسس مهمة جدا، وعنا الأسس النفسية، وبعدين الأسس اللي هي بطريقة مختصرة جدا، وأنتظر تعليقكم أو سؤالاتكم علي. أول شيء، أنا يجب أن أعتبر أنه أنا إنسان ككاهن، أنا إنسان أمام تائب كإنسان مثله، اثنيننا يعني متساويين. وقت اللي بقول أنا أنه في أسس نفسية، هذه شغلة مهمة جدا ومطلوبة من الكاهن في هذه الحالة، أنه يعتمد أسس إنسانية لا ترهيبية، هذا مهمة جدا، لا ترهيبية ولا تخويفية ولا تبكيعية،
ولا ترغيبية بالحد الأقصى، إنما يكون في مسلك ثابت إنسانياً، إنه أنا إنسان مقابل إنسان، أشجع ككاهن على العلاقة المباشرة مع الإنسان التائب، مع الخبرات المباشرة من قبل التائب مع الله، لأنه هون في مجموعة عوامل، مجموعة خبرات، هي روحية، هي نفسية، هي اجتماعية في آن واحد، لأنه أنا هذا الإنسان، وقت بيكون إنسان يعني جاي كوني أنا بالمزار بعرف كثير من كذا سنة، شوف أنه هذا الإنسان جاي لعندي فيطلب الراحة، لأنه أنا شو شغلتي ككاهن؟ وظيفتي ككاهن بأي سر؟ أنا ككاهن مفروض فيي باسمة أو حضرة الأبونا شغلي وحدي فقط حتى نهاية حياتي الكهنوتية، أنه أن أقود الناس إلى الله وأن أجلب الله للناس، هذه شغلتي. مضت سنين طويلة في بداية القرن الماضي ولنهاية القرن العشرين، والشعب المسيحي بالأردن كان ما يفهم أبعاد وممارسة سر الاعتراف، فكانوا الناس قبل المناولة بيجوا بيوقفوا بيحط البطرشيل الكاهن وبيصلي على رأسهم صحيح. وبيمشي الحال بتناولوا وبيمشوا، مع شوي شوي بلشت تعي الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية لهذا السر المقدس، وكيف الناس صار في عندهم وعي لسر الاعتراف والإرشاد الروحي، وأن يكون في أب اعتراف في حياة المؤمن المسيحي الملتزم اللي بيعيش حياته الروحية بقرب من الله، وبحب أنه يوثق هذه العلاقة بشكل يومي، أنه يفحص ضميره. وبحتاج الإنسان مثل ما تفضل القدس أبونا قبل قليل أنه لطبيب للجسد، كذلك بحتاج لطبيب للروح، فيجي هنا دور الأب الاعتراف الكاهن اللي بيرافق الإنسان. حتى إحنا الكهنة يعني لازم يكون في عنا، وإجباري يكون في عنا مرشد روحي كاهن زميل إلنا، يعني لأعلى سلطة بالكنيسة البطاركة والساقفة بيكون عندهم مرشدين، حتى أنه قداسة البابا فرانسيس في عنده مرشد روحي من الآباء المقربين لقداسة البابا. فيجب على الإنسان مش بس أنه الكاهن لأنه هو ناس تعترف عنه عشان بيكون أب روحي، أيضا يجب أن يكون هو لديه أيضا هذا الإرشاد الروحي بحياته، لأنه فحص الضمير مسألة حساسة جدا وفيها شوية مرونة يصبح مع الشخص من كثر ما الحياة ومتطلباتها واعتراكه وتصادم في المجتمع الخطية بتحيط فينا من كل الاتجاهات، بيحتاج الإنسان إلى عودة للضمير، وبده لازم يعني يتأكد من العلامة، بده بوجود الكاهن بيساعده. أوكي أنا بعترف خطاياي إلى الله، دائما نسمعها، أنا بحكي خطاياي إلى ربنا، ماشي تمام، طب أنت لك تشوف الحل كيف، ولما بتعترف فيها أنت أمام الكاهن، لما بتأخذ الحل اللي بيثبت إلي أنا، هذا السؤال كثير الناس بسألوه، أنه شو اللي بيثبت إلي أنه الله سامحني على الخطية، لما أنا بصير تخف خطيتي وصير أبطل أقدر أعيد نفس الأخطاء لأني أخجل من نفسي أمام خطيئتي، فبصير الإنسان على هذه العلاقة الوطيدة مع الله، مش بصير ما يعمل الخطية عشان ما يروع جهنم بعدين، ولا عشان ما كذا وكذا بصير، لا، عشان أنا من داخلي أكون بسعى لأكونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل، كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس. هذه دعوة إلى القداسة اللي بحياتنا بتحتاج إلها شوي شوي لثمار تثبت مسيرتنا الروحية بحياتنا بالخلوة الروحية. ومن بين الخلاص الإنسان هي الأسرار السبعة اللي قدمها السيد المسيح للكنيسة، وهو الوحيد اللي بيعمل الأسرار وهو اللي صنع الأسرار، والسر الاعتراف أو سر التوبة والمصالحة هو من بين هاي الأسرار. وللأسف أنه هذا السر بنلاحظ أنه هو أكثر الأسرار عرضة للمناقشة والاعتراف، خصوصا بين المسيحيين، وليس فقط المسيحيين ولكن ايضا اللي بعض المسيحيين ما عندهم مش لا كهنوت ولا قربان ولا اعتراف. ولهذا السبب انا بسعدني جدا اتحدث في هذا الموضوع، ارد على اعتراضين من خلال الاعتراضات، بحاول اعطي فكره كامله متكامله عن الموضوع. الاعتراض الاول اللي بنسمعه دائما من بعض المسيحيين انه انا ليش اعترف عند الله كاهن، انا بعترف مباشره لله ولا اريد واسطه بيني وبين المسيح. واحنا بنعرف انه السيد المسيح هو اللي أسس الكنيسة وحط بين أديها وسائل الخلاص اللي هي الأسرار السبعة،
ومن بين هاي الأسرار طبعا هناك سر التوبة أو سر المصالحة. والسيد المسيح حتى يهيئ المستمعين لقبول هذا السر أسسه على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أراد يسوع أن يثبت بأنه عنده سلطة مغفرة الخطايا، حتى يستطيع أن يمنح السلطة لازم يثبت أن السلطة موجودة عنده، وإلا كما يقول المثل فاقد الشيء لا يمنحه. وقد برهن السيد المسيح على أنه عنده سلطة مغفرة الخطايا عندما غفر للمخلى خطاياه بقوله له مغفورة لك خطاياك. ولكي يؤكد بأنه الخطايا قد غفرت وهي لا ترى، فعمل العجوبة عندما قال المخلى قم خذ سريرك واذهب إلى بيته. في المرحلة الثانية بعد أن أثبت يسوع المسيح أنه عنده سلطة مغفرة الخطايا، وعد التلاميذ بأنه سيعطيهم هذه السلطة عندما قال لبطرس يا بطرس سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما ربطته على الأرض يكون مربوط في السماوات، وما حللته في الأرض يكون محلول في السماوات. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة بعد قيامة يسوع من بين الأموات ظهر للتلاميذ وقال لهم خذوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم خطاياهم تمسك لهم. وهكذا يسوع المسيح أثبت عنده القدرة والسلطة لمغفرة الخطايا ووعد وتمم وعده. ويسوع المسيح نفسه اللي أعطى السلطة للكهنة هو يحترم أيضا سلطة الكهنة سواء كان في العهد القديم أو في العهد الجديد. نجد مثلا في العهد القديم أن يسوع المسيح عندما كان يشي البرص كان يطلب منهم أن يذهبوا ويروا أنفسهم للكهنة، فكان يسوع المسيح يحترم هذه السلطة سلطة الكهنة. وكذلك في العهد الجديد بنلاحظ لما السيد المسيح ظهر لبولس وهو في طريقه إلى الشام لكي يضطهد المسيحيين، سأل بولس يسوع قائلا ماذا يجب علي أن أعمل؟ فأرسله يسوع إلى كاهن اسمه حنانية في الشام. يعني حتى المسيح نفسه صاحب الشان لم يجيب على سؤال بولس، بل أرسلوا إلى الكاهن لأنه هو المرجعية للمسيح على الأرض. برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضائية نورسات فيسبوك، استضاف في حلقة هذا الأسبوع المحامي الأستاذ يعقوب الفار المتخصص بالقضايا الكنسية أمام المحاكم الأردنية للحديث حول التشريعات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في الأردن والوطن العربي، حيث أجاب الضيف عن مسائل هامة يعنى بها رعاية الكنائس المحلية كالزواج والطلاق والميراث، خاصة وأن الإطار الاجتماعي الحالي لم يعد متوافقاً مع القوانين القديمة المتبعة في البلاد منذ العهد العثماني، وهي قضايا كانت على وجه الخصوص تلحق الظلم بالمرأة ولا تساويها بالرجل كحصتها في الميراث. وخلصت الندوة إلى ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بما تتوافق عليه الكنائس المحلية في المملكة. أبونا أنت وضعت يدك على جرح عميق وعميق جدا لدى الأسرة المسيحية في الأردن. نعم. فيما يتعلق بمسألة الإرث، الأسرة المسيحية تنادي ومنذ زمن بعيد بأن يكون هنالك قانون إرث واحد للمسيحيين. الأسرة المسيحية تطالب بأن يكون لها قانون، يعني بعض الأصوات تقول بأنه قانون الإرث الساري المفعول في إجحاف فيما يتعلق بالعائلة المسيحية من حيث توريث البنت، نعم، من حيث عدم وجود وارد ذكر في الأسرة، نعم، من حيث بعدة جوانب، نعم. لذلك أنا وجدت بأن نظام الإرث وإن كان مستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، نعم، على مر العصور هو أصبح نظام اجتماعي، نعم، بطل نظام ديني، نعم، يعني صار المجتمع الأردني، صحيح، المسيحي والمسلم بتحدث عندما تحدث بالإرث تحدث البنت إلى نص الذكر، نفس اللغة، من نفس اللغة، الذكر مثل حق الأنثيين، يعني هذه صارت معروفة لدى الأسرة المسيحية، نعم، قبل الأسرة المسلمة، نعم. مع ذلك هنالك أصوات تنادي بأن يكون هنالك نظام إرث. الآن سألتني أبونا أنه وين المصدر، شو اللي بلزمني أنا كمسيحي أني أتبع بالإرث الإسلامي؟ أنا بلزمني القانون، المادة 1886 من قانون المدني
بتنص بأنه تسري على الأردنيين أحكام التركات المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية على الأردنيين. لا قال تسري على المسلمين من الأردنيين. وجاءت محكمة التمييز وقالت الأردنيون تعني الأردنيين جميعا مسلمين ومسيحيين. فإذا التشريع الإسلامي فيما يتعلق بالتركات يستند إلى أحكام القانون المدني. الآن الدولة، وأنا أقول لأنه سمعتها من كثير من المسؤولين، والطوائف المسيحية تحظى برعاية خاصة من الدولة ومن الهاشميين بالذات منذ نشأة المملكة. الطوائف المسيحية فعلا تحظى برعاية خاصة. ما بتعارض أن يكون للمسيحيين قانون إرث، لكن شريطة أن يكون قانون واحد لجميع الطوائف، مش كل طائفة قانونها. أن يكون هنالك تشريع إرث واحد يسري بحق جميع المسيحيين في الأردن. ما بتعرف حرين أنتوا بتكون قانون تركات للمسيحيين، ما عندنا مانع. عملنا بتكليف من سيادة بطرك الروم الأرثوذكس بالقدس لوضع قانون إرث للكنيسة الأرثوذكسية، وكان لي الشرف أكون أحد الأعضاء اللجنة أنا ومجموعة من زملائنا المحامين، وضعنا القانون. وهذا القانون تم إنجازه وأرسل إلى القدس، والقدس قامت بترجمته إلى اللغة اليونانية وتمت الترجمة وجرى تنسيق. اجتمعت مع أحد الأساتذة القانون في حضر من أثينا وناقشنا نصوص هذا القانون. نعم. واقتنع بنصوص اللي احنا وضعناها بما يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا. شو ابرز ملامح هذا القانون المسودة؟ المساواة في توزيع التركة والإرث بين الذكر والأنثى، هذا اهم شيء. انا عندي بنت وولد، نصيب البنت مثل نصيب الولد. نعم. الزوجة لها نصيبها مثل نصيب الولد، لا بل أزد شوي. الزوجة. يعني الأرملة. والأرملة كذلك لها الأرملة من نصيبها من زوجها، من ترك الزوج. نعم. هذا التقسيم في النظام التركات المستمد من الشريعة الإسلامية بيختلف. نعم. الزوجة لها الثمن، لها الربع في نعم. حال عدم وجود وارث. نعم نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين مثل ما تفضلت، فيها قواعد كتير واسعة. نعم. بتوزيع التركات. الآن إحنا كنا واضحين. نعم. بعدين رجل متزوج ما عندوش أولاد، عنده بنات، ما بروح أدور على ابن عمه إذا ما فيش أقرب ذكر إله حتى. نعم. يعني نعم. لا، هذا موجود عنده بنات بتورث بتأخذ التركة، عنده زوجة بتأخذ التركة، يعني في مساواة، في عدالة. هذا شيء. شيء آخر كمان، توسعنا قليلا في موضوع الوصية كذلك. نعم. إحنا فيما يتعلق بموضوع الوصية. نعم. نخضع في أحكام الوصية للشريعة الإسلامية، لا بموجب نص لا وصية لوارث. نعم. نعم. الآن توسعنا في، يعني إحنا ما خرجنا عن الإطار العام للوصية، مش تغيير دراماتيكي يعني، مش تغيير جوهري، لكن أعطينا يعني صارت الوصية الآن. نعم. أنتم اقترحتوا الوصية. نعم. بصورة أوسع من ما هي عليه. نعم. الآن. نعم. أعطينا حرية للشخص بأن يتصرف في أمواله حال حياته، لأنه هذا التصرف موجب القانون المدني، إذا كان التصرف مضافا إلى ما بعد الموت. نعم. فهو باطل. نعم. يعني أنا بقول بعد ما أموت بدي البيت الواقع في الشمساني يأخذوا ابن فلان وعبدون ابن فلان، هذا باطل. باطل. في ظل القانون قام إحنا توسعنا. نعم. فيها، ونرجو الله كذلك بأنه هذه التشريعات إنه تخرج إلى حيز. هاي المسودة يعني غير المسودة. غير قانون والأحوال الشخصية. هذه المسودة عرضتوها، قدمتوها لصاحب الغبطة بطريرك القدس، بطريرك الروم الأرثوذكس. نعم. القدس.
مين من الجهة الثانية كنسية ثانية مهتمة ب يا سيدي الكنائس الأخرى جميعها نعم عندها إشارة إنه توحدوا في قانون الإرث من الدولة توحدوا في قانون الإرث فالكنيسة اللاتينية بتشتغل على قانون الإرث الآن نعم وأعتقد إنهم أنجزوا والكنيسة اللاتينية أنا سألت في هذا الموضوع وأشرت لهم إنه إحنا عملنا قانون كلجنة وتعبنا فيه على فترات وجاهز هذا القانون خذوا يعني ما في اختلاف بالعقيدة أبونا أنا لما وضع قانون ما بمس العقيدة الأرثوذكسية والعقيدة اللاتينية أو كذا قانون إرث مستمد من مجتمعنا مستمد من حاجاتنا الاجتماعية إحنا بحاجة إلى قانون إرث للمسيحيين عملناه لكل المسيحيين مش والله مختص الأرثوذكس والكاثوليك واللاتين فهذه القوانين نرجو الله إنه من هون لآخر السنة تكون جاهزة في الأردن تطبق في الأردن دير المعلقة أو ما يسميه أهل البلاد في منطقة عراق الأمير بقصر العبد هو واحد من مئات المواقع المقدسة في الأرض المباركة بالأردن حيث يعود تاريخ هذا المكان الذي يعد موئلاً للمؤمنين الهاربين من الظلم إلى العصر الروماني والبيزنطي نورسات زارت هذا المكان المقدس والمتميز عبر التاريخ وأعدت التقرير التالي في الوادي الممتد من عراق الأمير والمنحدر باتجاه منطقة الكفرين في الغور الأوسط فقد احتار العلماء والباحثون ورجال الدين في تفسير حقيقة هذا المكان المسمى بمعلقة الدير المؤلف من ثلاثة طوابق حيث توجد فيه حوالي 2300 فتحة لتجميع وحفظ جماجم الرهبان لجعلها نصبا تذكاريا للمؤمنين على هذه الأرض خبير الآثار والسياحة في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد وهيب وصف لنا هذا المكان فقال عراق الأمير هنا على الجزء الجنوبي من وادي عراق الأمير حيث المياه المتدفقة والغطاء النباتي الأخضر بأشجاره المثمرة في هذا المكان حيث المرتفع الصخري الشاهق الذي يرتفع لأكثر من 100 متر عن مستوى سطح المياه المتدفقة عبر هذا الوادي بقصصه ورهبانه ورجال الدين فيه والذي يمتد نزولا حتى وادي الكفرين هناك حيث وادي حسبان ورهبانه ومؤمنيه ليلتقيا معا مع وادي الخرار موقع العماد هنالك حيث نشأت المسيحية نعم في هذا المكان هنا الذي يطلق عليه العامة والخاصة والكاتبين والباحثين اسم المعلقة ويطلقون عليه أيضا اسم الدير بل إن اسمه الحقيقي هو معلقة الدير في هذا المكان المقطوع في الصخر الذي يتواجد هنا في هذا المحيط الديني الذي يرجع إلى العصر الروماني والعصر البيزنطي هنا تواجدت نواة المؤمنين الأوائل هنا عاش الرهبان الأوائل هنا يتواجد كهف المسيح عليه السلام على بعد مئات الأمتار إلى الجنوب في هذا المكان نشأت الحكايات الأولى والقصص والتاريخ ونشأت الديانة المسيحية وجاء الأنبياء والرسل إلى هذا المكان الذي كان يسمى بيرتا ويسمى بيرس ويسمى أيضا قصر العبد في هذا المكان الذي لجأت إليه جموع المؤمنين الأوائل طلبا للطاعة وخشية لله لينشئوا النواة الأولى الديانة المسيحية
في هذا المكان الذي كان يعج بالرهبان في كل جوانب هذا الوادي كان يسمع صدى ندائهم وصدى صلواتهم ودعائهم، تلهج قلوبهم بطلب الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى في هذا المكان المبارك. نحن الآن في داخل هذا الكهف، في داخل هذا الدير، نحن في داخل المعلقة التي يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية، في هذا الكهف الذي لا تزيد مساحته على 50 متراً مربعا نشاهد 3 طوابق، وهذه الطوابق الثلاث تحوي تلك الحنايا الصغيرة التي نشاهدها هنا، إنها فتحات مثلثة يا لتجاوز عمقها وارتفاعها وعرضها 22 سنتيمترا، وهنالك أحجام مختلفة منها. لقد زارها عام 1881 كل من الرحالة مانتل وكوندر، وشاهدوا هذه البقايا في حالتها الأفضل، كما أن هذه الطوابق كانت مسقوفة بالأخشاب من شجر البلوط الذي يعيش في محيط هذا الكهف، واستطاعوا وتمكنوا من أن يبلغوا الطابق الأول والطابق الثاني. ولقد تم دراسة إحصائية لعدد هذه الفتحات في هذه الجدران، فوجد أنها في هذا الكهف كله 2300 فتحة. إنه أمر غريب، إنه أمر متميز. نعم، لا يوجد شبيه لهذا الكهف لا في الأردن ولا في الشرق الأوسط ولا في العالم. لقد احتار العلماء في تفسير حقيقة هذا المكان وفي حقيقة هذه الفتحات التي شغلت بال كثير أيضا من رجال الدين. في هذه الجزئية كلها كان هدف البيزنطيين إنشاء مكتبة، بل إنشاء نصب تذكاري لكل جماجم هؤلاء الرهبان في هذا المكان. ومن وجهة نظره الخاصة كباحث أثري، يعتبر الدكتور محمد وهيب هذا الدير المعلق على حافة وادي عراق الأمير بأنه من أقدس الأماكن في الشرق الأوسط. ويبقى كهف المعلقة كهفا متميزا عبر التاريخ. نتائج التنقيبات الأثرية والمسوحات الميدانية والدراسات المخبرية تؤكد لنا أن هذا الكهف وما في جواره من كهوف أخرى إنما ترجع إلى القرن الثاني قبل الميلاد، أي العصر الهيلينستي، ثم استمرت ملجأ للهاربين والفارين من الظلم في المناطق المجاورة وإلى الجانب الغربي من نهر الأردن، حيث كانوا يلجؤون إلى الجانب الشرقي إلى هذه المنطقة التي كانت تسمى في ذلك العصر بيرتا، أي المكان الحصين. نعم، لجأ إليها المؤمنون الأوائل فارين من الظلم ومن الملاحقة التي كان يلاحقهم إياها الجنود الرومان، وجاءوا إلى هذه المنطقة، إلى كهوف عراق الأمير، إلى كهف المعلقة. لكن هذه الكهوف بلغت أوج عظمتها خلال العصر البيزنطي، أي بعد اعتراف الدولة البيزنطية بالديانة المسيحية، أي ما يعادل القرن الرابع الميلادي. نعم، فبدأت هذه الكهوف تشهد رهبانية كثيرة ورجالا مؤمنين يلجؤون إليها ويقيمون هنا، وبدأت الكنائس تظهر عبر هذا الوادي، وكان من بينها هذا الكهف، كهف المعلقة. هذا البحث العلمي يؤكد حقائق تاريخية من أن هذه الأرض أرض مباركة، أرض للمؤمنين الأوائل التي بارك الله فيها هذا المكان، فأصبحت هبة من الله لأرض المملكة الأردنية الهاشمية. دير المعلقة هو واحد من مئات المواقع المقدسة في الأرض المباركة التي وهبها الرب لبلاد الأردن. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. دير المعلقة بالأردن واحد من الأماكن المقدسة في البلاد المباركة. قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في الأردن ينصف المرأة ويساويها مع الرجل بالميراث. سر التوبة والاعتراف
في حلقة من برنامج صباحكم نور. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.